دعوات استقالة على خلفية تهم بالتحرش وعدة طبعا لاحقت حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو خلال الشهور الماضية. وبعد نفي وإنكار دائم لكل هذه التهم، أعلن كومو بالأمس عن استقالته. ورغم أنه لم يعترف بالتحرش أو يؤكد المزاعم، لكنه اعتبر أن الاتهامات باتت تمنعه من الاستمرار في المنصب. كومو خلال خطاب استقالته أكد أنه يرغب في تقديم اعتذار عميق جدا من أي امرأة تعرضت للإهانة بسبب سلوكه. I love New York and I love you and everything I have ever done has been motivated by that love. And I would never want to be unhelpful in any way. And I think that given the circumstances, the best way I can help now is if I step aside and let government get back to governing. كما قلنا إذن مشاهدين، منذ أشهر وتهم التحرش الجنسي تلاحق أندرو كومو، والجدير بالذكر أن هذه التهم وجهتها له عدة موظفات في مكتبه على فترات مختلفة، لكن جميعهن أكدن أن كومو تحرش بهن بشكل جنسي، سواء عن طريق اللمس أو القبلات أو العناق. ومع كل تهمة كان يخرج كومو بحجة لإبعاد الشبهة عنه، سواء بإنكارها أو بزعمه عدم تذكره لهذه المواقف. كما كان دائما يصف اتهامات التحرش الموجهة له بالمذلة والمسيئة وغير اللائقة. دعونا نستذكر بعضا من ردوده على هذه التهم. I never touched anyone inappropriately. I now understand that I acted in a way that made people feel uncomfortable. It was unintentional. I never touched anyone inappropriately or made inappropriate sexual advances. That is just not who I am. And that's not who I have ever been. ومع زيادة المزاعم العنلية المتعلقة بالتحرش، قدم مكتب كومو في مارس طلبا رسميا للمدعي العام لولاية نيويورك يطالب فيه بفتح تحقيق في الأمر، حيث تحدث المحققون إلى 179 شخصا بينهم شاكيات، ليقدم التحقيق دلائل بالصور والرسائل الإلكترونية تؤكد مزاعم التحرش. كما خلصت نتائج التحقيق التي ظهرت الأسبوع الماضي إلى أن كومو لمس أو قبل أو أطلق تعليقات موحية إلى 11 امرأة من موظفات حكومة نيويورك، وتسبب في أن يكون مكان العمل مخيف بشكل وحشي ومسموم بانتهاك القانون. وهو الأمر الذي أطلق دعوات لاستقالته من مختلف ألوان الطيف السياسي، كان في مقدماتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن. State legislature may decide to impeach. I don't know that for fact. I've not read all that data. طبعا استقالة حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو جاءت بعد أسبوع من هذا المقطع الذي شاهدناه للرئيس جو بايدن، وتعتبر استقالة كومو سقوط مذهل لرجل كان ينظر له ذات يوم على أنه منافس رئاسي محتمل، خاصة في حزب بايدن أي الحزب الديمقراطي طبعا، إذ عمل كومو حاكما لرابع أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان منذ عام 2011. لكن اليوم وبعد استقالته، من المقرر أن تخلف كومو مساعدة حاكم الولاية كاثي هوتشل، وهي ديمقراطية أيضاً.